ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم كويسين. ازيكم في قناة يوميات أسرة بسيطة. انا حنين وبعمل لكم فيديو ماذا يوجد في حقيبة العيد. طبعا دي شنطتي، ماما عرضتها لكم في فيديو قبل كده. انا بقى طبعا لما لقيت كومنتات كتير قوي بيطلبوها ان انا اعمل ايه اللي جوه شنطة العيد، فطبعا قلت ما تأخرش عليكم، لازم ان انا طبعا اعملها. فتابعوا معايا وشوفوا الفيديو وان شاء الله. طبعا ده شكل الشنطة اهي. طبعا الشنطه بسيطه جدا جدا، يعني انا بطبيعتي اصلا بحب الشنط اللي ما تبقاش اوفر ويبقى تبقى بسيطه كده، يعني فيها مثلا حاجه سيمبل هي اللي مجملاها يعني. تمام، زي كده مثلا، يعني الحته دي اصلا بحبها جدا ما اعرفش ليه يعني. وده شكلها من ورا برده، بسيطه جدا ما فيهاش سوسته وما فيهاش برده سوسته من جوه، يعني هي كده تفتحيها الشنطه على طول يعني. وتنفع برضو تلبس كروس وتنفع تتلبس هاي ويست في الوسط، يعني عشان برضو بتبقى روشة جدا لسه نازلة جديدة اللي هي الهاي ويست دي. وطبعا انا جبت اللون الاسود عشان انا بحب، غير ان انا بحب اللون الاسود طبعا، يعني غير كده هو بيليق على كل حاجة، يعني اقدر البسه على اي طقم. يعني انا اصلا انا كائن اصلا بيحب اللون الاسود جدا يعني، وغير كده اللون كمان جميل جدا وروش كده بحبه يعني. بس احنا وين بقى هنفتح الشنطة وهنشوف بقى ايه اللي جواها. اول حاجة البوك الصغير ده، بوك الكوينز. طبعا انا يعني عندي بوك صغير لان انا بطبيعتي مش بشيل فلوس معايا، يعني كل فلوسي بشيلها مع ماما. ده مثلا ممكن اشيل فيه كوينز قليلة او مثلا 20 جنيه او كده، ولو طلبت يعني لو عوزت اي حاجة بطلب من ماما يعني، فمش مهم قوي بالنسبة لي البوك ان هو يكون متواجد في الشنطة. تمام، برضو بحط فيه العيدية بتاعت العيد طبعا، يعني بجيب بقى بيها الحاجات اللي انا عايزاها وكده. تاني حاجة بقى المراية، دي من اكتر الحاجات اصلا اللي انا بحبها في الشنطة، يعني انا كل شوية بفتح الشنطة عشان اشوفها، يعني تحسيها مبهجة كده. وطبعا الرسمة اللي فيها دي حلوة جدا، انا بحب اصلا الاشكال دي في الرسومات وكده. بس دي المرايه، وطبعا لازم اي بنت يكون معاها مرايه في الشنطه، يعني دي اهم حاجه يعني. تمام، ودي ميداليه طبعا ماما كانت جايباها من القلعه وطبعا فرجتها لحضراتكم كده. انا لسه الحقيقه ما غيرتش التانية وحطيت فيها المفاتيح، يعني انا لسه دي ما حطيتش فيها مفاتيحي. تمام، بس هي حلوه جدا اصلا، واحلى حاجه ان عليها حرفي كمان، فشكلها اصلا جميل جدا. بعد كده بقى الوايبس، طبعا ده لازم جدا الوايبس يكون معانا، يعني هنحتاجه دايما معانا، مثلا لما ناكل بره مثلا يحصل ايدينا تتوسخ لازم يكون معانا، لازم يكون معانا وايبس. تمام، بعد كده بقى نضاره الشمس بتاعتي اهي، اهي النضاره اهي. وده الجراب بتاعها، طبعا انا يعني محافظه على الجراب، محافظه عليها في الجراب، بس الجراب مش يعني مش مكفي الشنطه. تمام، فانا بحطها كده لوحدها، لكن اهي جرابها اهي. بعد كده نشوف بقى تاني، طبعا ده يعني زي ابني كده. الموبايل طبعا ما اقدرش استغنى عنه، بس هو طبعا دلوقتي فاصل لان انا على طول بستعمله، ف ده يعني يعتبر اهم حاجة يعني في الشنطة طبعا. طبعا بقى المناديل اللي هي العادية، المناديل العادية برضه طبعا منستغناش عنها، ولا هي ولا الوايبس، يعني لازم طبعا ان احنا منستغناش عن الاتنين. تمام، لسه برضه جوه، يعني ما شاء الله الشنطة دي صغيرة بس بتتحمل كتير يعني. طبعا البرفان الصغير ده، يعني طبعا هو قرب يخلص خالص لان هو معايا من زمان اصلا، ف يعني بحب جدا ريحه دازلينج دي، بحبها جدا. ودي من ماي واي. تمام، بعد كده معايا هاند فري، طبعا برضو ما اقدرش استغنى عنها. مثلا ساعات بسمع قران وساعات بسمع اغنيه مثلا عجبتني، بحبها جدا تكون معايا، يعني هي والموبايل كده يعني ما اقدرش استغنى عنه. وانا عاملاها بالطريقه دي عشان ايه؟ عشان ما تتلعبكش بقى وكده. اهو بصوا، من كتر ما بستخدمه فانا بشحنه وبيتشحن دلوقتي. انا قلت لكم طبعا على دي، ما كملتش كلامي. قلت لكم ان انا عاملاها كده عشان ايه؟ عشان ما تتلعبكش وكده، وكمان عشان اجيبها على طول، يعني مثلا عايزاها ميزاها مثلا بتوكه، يعني بجيبها على طول وكده.
الطريقه دي حلوه جدا يعني، توكه صغيره وتعملي بيها السماعه بتاعتك. صدقيني بالطريقه دي مش هتطلعي بك خالص بقى، مش هتفضلي بقى كل شويه ايه تقعدي يعني تفكيها وتعملي الحاجات دي يعني، تمام، الحاجات المستفزه دي. اخر حاجه بقى دي توكه، بحب اللون ده جدا، ولازم طبعا يكون معايا توكة. مثلا ممكن توكتي اتقطعت، ممكن انا مثلا سايبة شعري عايزة ألمه، اتحريت مثلا، لازم طبعا يكون معايا توكة، مهمة جدا. وده شكلها هي وهي على الوسط كده، وممكن طبعا نلبسها كروس، بس انا يعني بحب الوسط جدا. بس ايه يعني، هي دي اللي نازله موضه السنه دي، اللي هي الوسط دي، انا بحبها جدا. انا جبت بقى الاثنين، تنفع واحد عشان ايه، تنفع ان انا البسها كروس، البس براحتي يعني، البسها كروس او البسها وست. بس كده كده انتهت حاجات اللي في الشنطه، واتمنى تكون عجبتكم، واتمنى يكون الفيديو عجبكم كده. وطبعا عشان تثبتوا لي ان الفيديو عجبكم، اوعوا تنسوا تعملوا لايك، اعملوا لايكات كبيره جدا عشان اعمل لكم دايما فيديوهات يعني، لو عملتوا لايكات هعمل لكم فيديوهات على طول. طبعا الكومنتات والله انا بقراها كلها، بقرا الكومنتات كلها، اكتبوا الكومنتات اللي انتوا عايزينها، وطبعا الشير، واوعوا تنسوا سبسكرايب اللي هو تدوسوا على الزرار الاحمر اللي تحت الفيديو، وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا اشعار بكل جديد بينزل في القناة. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله.